لتركي بن سيف محمد الغنام العتيبي، وتهانينا لكل الفائزين والمتنومسين والمميزين في هذا اليوم. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة، أينما كنتم نتواصل مع تواصل هذه الأشواط، ونذكر حضراتكم بأصحاب الأشواط الأولى في هذه الفترة الصباحية. كان شوط البكار، أول أشواط البكار، كان مع القادمة المملوكة لنمر بن راشد بن ديلة المري، وهي صاحبة أفضل توقيت حتى هذه اللحظات. كما أيضا نهني مالك أسمر من فاز معنا بأول أشواط اللقاية القعدان، عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي هو المالك. نهنيهم جميعا بفوزهم، كما نهني جميع الفائزين في مهرجان الشحانية. أيها الإخوة الأفاضل، نتواصل مع المركز الأول. مهنا أو من يحتل المركز الأول، مهني للسيد محمد بن عبيد بن بعيران المري مع المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني. يتواصل الجذاب المبارك بن سالم بن جر الله، أو هنا المركز الثاني مشاهدينا الكرام، الجذاب لعلي بن أحمد الهواشلة. من يحتل المركز الهواشلة الدوسري، من يحتل المركز الثاني هنا في المركز الثالث، يصل في المركز الثالث الأسد للسيد محمد بن فلاج بن ناصر العتيبي على المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع، وقبل أن نعلق على المركز الرابع، شاهدنا وإياكم صاحبة أفضل توقيت زمني، وهي القادمة المملوكة لنمر بن راشد بن ديلة المري، وصاحبة أول الأشواط في هذا اليوم في افتتاح أشواط اللقاية البكار. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شكرا لمخرجنا على هذا النقل الحي والمباشر. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط، ونتابع المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، مختار من يحتل المركز الثالث، مختار لناصر بن محمد بن دلموك المري على المركز الثالث. أما المركز الرابع وهنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من يحتل المركز الثالث، الوليد بن محمد السيد، هذا شعار الوليد بن محمد السيد، نعم هو من يحتل المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع، من يتسلل في هذه اللحظات، حرب للسيد سالم بن قحيز المري. وهنا في المركز الخامس، من يصل في المركز الخامس مشاهدينا الكرام، المركز الخامس يصل منيع لجر الله بن محمد بن عقيل المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه النتيجة. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه نتيجتنا. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى الصدارة وإلى المقدمة. من يحتل المركز الأول، من يحتل المركز الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، المقدمة مع صعب للسيد ريان بن أحمد البلوي، من يحتل المقدمة ويسيطر على مقدمة هذا الشوط. أحد ضيوف الميدان يسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول. نتابع المركز الثاني، يصل على المركز الثاني الأسد للسيد محمد بن فلاج بن فلاج محمد بن فلاج بن ناصر العتيبي. وهنا في المركز الثالث يصل ويتسلل منيع جر الله بن محمد بن عقيل المري. وفي المركز الرابع يصل حرب لسالم بن قحيز المري. وفي المركز الخامس، من يصل على المركز الخامس، على المركز الخامس شعار ملحان بن راشد بن حبيبة مع الباز على ظهر الباز، هو من يحتل المركز الخامس. هذا هو ندانا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود وإياكم إلى الصدارة. ومن يحتل المقدمة مشاهدينا الكرام، صعب صعب في المكان الصعب، ريان بن أحمد بن خلف البلوي يتصدر هذه الجموع. أحد ضيوف الميدان قادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان الشحانية، 1500 متر أخير
بينها 1500 متر. أرى هنا مشاهدينا الكرام جار الله بن محمد بن عقيل مع منيع 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 يتسلل مشاهدينا الكرام للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري وهنا في المركز الثالث. ومن يحتل المركز الثالث يصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام الأسد محمد بن فلاج بن ناصر العتيبي على المركز الثالث. وعلى المركز الرابع يتواصل حرب سالم بن قحيز المري. وعلى المركز الخامس اسم جديد ينضم إلى عالم الإذاعة الجذاب أحمد بن حسن المهندي. نعود إلى المقدمة، نعود إلى منيع، منيع مع المركز الأول، منيع مع الكيلو الأخير وافتتاح الكيلو الأخير. أيها الإخوة الأفاضل، كيلو يتعب فيه حناجر المضمرين وحناجر أيضا وحناجر المعلقين، ولكن الله هذا هو مشاهدين الكرام. منيع جار الله بن محمد بن عقيل المري متصدر هذه الجموع مع منيع ومع انطلاقة منيع، ولكن الوضع ما يطمن. هنا البلوي قادم مع صعب ريان بن أحمد بن خلف البلوي، وهنا في المركز الثالث يصل شاهين أحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري على المركز الثالث. قير واحتل المركز الثاني، قير واحتل الصدارة. الله هذا هو شاهين أحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري، ولكن شوفوا اللي في المركز الثالث مشكور. الله سلام عبد الواحد بن خزع العامري. الله يا سلام المقدمة مع شاهين ومشكور، مشكور 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 على المركز الثاني، قير مشكور مشاهدين الكرام. الله مشكور عبد الله أو عبد الواحد، نعم مشكور لعبد الواحد بن خزع العامري. يا سلام الله هذه لحظة وصوله إلى خط النهاية بعد انتزاع لناموس هذا الشوط وتصدر هذه المجموعة. أيها الإخوة الأفاضل لحظة وصول مشكور، تهانينا لعبد الواحد بن خزع العامري على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين لأحمد بن سعيد بن سالمين المنصور. المركز الثالث يصل على المركز الثالث حرب لسالم بن قحيز المري. المركز الرابع الجذاب للسيد أحمد بن حسن المهندي. المركز الخامس المركز الرابع يصل الأسد لمبروك بن براك العديني. أما المركز الخامس فيصل في المركز الخامس الجذاب لأحمد بن حسن المهندي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشكور إلى خط النهاية 7:44 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الواحد بالخزاع العامري على فوزه بالمركز الأول وفوز مشكور بهذا الناموس. المركز الثاني يصل شاهين 7:47 جزء من الثانية. تهانينا لمالك شاهين حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري. المركز الثالث يصل شعار بن قحيز على المركز الثالث 7:51:58 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك حرب سالم بن قحيز المري. كن رقبتها من لحمها هزيلة.